السلام عليكم، حلقة جديدة من ملعب اس بي سي، دوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان. لا كبير في هذا الدوري، الصاعدان الفيحة قطاي، واحد ينتصر واحد يتعادل أمام قطبي الرياض، الهلال والنصر. لذلك الدوري السعودي مفاجآته مستمرة لن تتوقف في هذه الجولة. إلى العناوين: الطائي صاعد الكبار، جول وفعل أمام روسو، الطائي آخر المنتصرين على النصر. الزعيم بلا شكل ولا طعم ولا لون. حياك الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. انا خالد شريف، معي الكابتن علي الحبسي. مساء الخير كابتن. مساك الله بالنور، حياك الله وكل المشاهدين. اجازة سعيدة لك، فترة طويلة عننا. طولنا عليكم. موفق. معي الكابتن عبد الرزاق الشابي من تونس. مساء الخير كابتن. مرحبا كابتن خالد، اهلا وسهلا يا حبيب قلبي. والكابتن عيسى، مساء الخير كابتن. مساء النور كابتن، تحيه طيبه لك ولكل الكباتن. اليوم لعبت مباراتين، نشاهد نتائج المباراتين اللي لعبت. الطائي انتصر على النصر 2-1 في الدقائق الاخيره كعاده صاعد الكبار، ونتائج المتقلبه. ومن ثم الهلال والفيحة 0-0، هذه النتائج الموجوده. كابتن عبد الرزاق، طبيعي اللي يحدث بالدوري من نتائج قبل ما ندخل في مباراة الطائي والنصر، طبيعي اللي قاعد يحدث؟ والله إذا كان نشوف المستوى اللي قاعد نشوفه فيه في المباريات نقول طبيعي، لأنه الفرق الكبيرة ما حضرتش روحها كما يلزم للوضعية هذه، للغياب اللاعبين وللراحة. وبالنسبة للفرق الصغيرة اشتغلت، خلينا نقول بين ظفرين صغيرة، لكن فوق الميدان كانوا كبار الحقيقة. اليوم الفيحة وإلا الطائي كانوا فريقين كبار، وكانوا فريقين قدموا الأداء اللي يلزموا يتعطى باش يقدروا يفوزوا على النصر ولا يتعادلوا مع الهلال. بالنسبة للفيحة نشوف اللاعبين اللي موجودين، الاسم نتاع النصر الاسم كبير، لكن الأداء الحقيقة ماهوش الأداء نتاع النصر اللي يكون موجود باش يفوز مع الطائي. المفاجآت راح تستمر حتى نهاية الدوري ها كابتن عبد الرزاق؟ عيسى، مفاجآت بتستمر حتى نهاية الدوري؟ في كل جولة، في كل جولة. مستوى الدوري عندنا الآن على مستوى عالي، فبالتالي يعني وارد جدا أنه أي فريق ممكن يعطل الفرق المنافسة على الدوري. طيب ندخل على مباراة الطائي والنصر، كيف انتصر الطائي؟ فدني لها بأسباب. والله في البداية تعثر، ملخص أمامك يعني، تعثر جديد للنصر وبعده على المنافسة بشكل كبير. تحية كبيرة للطائي ولمدربه سييرا اللي في فترة وجيزة قدر يصنع الفرق، تطور ملحوظ من مباراة الاتحاد السابقة. الفريق شفناه اليوم يلعب بشخصية، حتى بعد الهدف الأول كان يمارس الضغط العالي على النصر، وهذا يدل أنه الفريق عنده هوية وعنده شخصية جديدة. تحسن أيضا في جوانب كثيرة، في التحولات الهجومية، في دفاع المنطقة، في الضغط العالي، في الكرة الثابتة اليوم اللي قدر يحسم منها المباراة. النصر تأثر بشكل كبير من النقص، أطرافه لم تكن فعالة بالشكل المطلوب. اليوم أبو بكر الوحيد اللي كان يصنع الفرق وكان يخلق فرص، فوز مهم للطائي وتعثر يصعب المهمة على النصر بشكل أكبر. علي، وإحنا نشاهد المواقف الثابتة بالنسبة للطائي، أمين بخاري يلام في الهدفين، والهدفين أمامك مرسومة، يلام في الهدفين بالنسبة للمواقف الثابتة لفريق الطائي. المواقف الثابتة أعتقد أنها استغلها الطائي بشكل جدا جميل. بخاري يمكن الهدف الأول أعتقد أن أنا بالنسبة لي ممكن ألومه، لأنه أخذ الخطوة الأولى للأمام وبعدين رجع للخلف الركنية. أما الكرة الثابتة أعتقد أن أبو بكر مفروض يكون تغطيته للزاوية الأولى بطريقة أفضل. دائما مثل هذا الفرق الطائي أعتقد أنه استغل نقاط الضعف
اللي 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 يواجهها النصر خصوصا في الكرات الثابته، وهذا واضح من كل الكرات الثابته اللي كان يلعبها الطائي، انه في دراسه يعني وشغل مرسوم واضح انه في مشكله كبيره في التغطيه الدفاعيه في النصر، وهذا اللي استغلها وقدر انه يكسب هدفين. كابتن عبد الرزاق معنا. طيب كابتن عبد الرزاق، كابتن عبد الرزاق، فريق ومع فارق الامكانيات الطائي، مع احترامي الكامل للطائي، الى النصر، الا انه شاهد سيارة قاعد يعمل ضغط عالي بدايه المباراه، ايش الفكره من الضغط العالي اللي قاعد يعمله على لاعبين النصر والحاله امامك؟ والله انا قاعد اشوف في سيارة درس صح النصر، وعارف اللي النصر فيه مشاكل للفريق، وخذاه في المناطق نتاعه وطلع ضغط عليه عالي، ونشوفوه انه من طوع الكره من عند الحارس والفريق مرتب على اساس تترمى الكره ولا المدافعين يغلطوا، وهذا اللي قاعد صاير، معناه ما خلاش النصر يبني الهجمه نتاعه من الخلف ونقص لهم القوه نتاعه، وصار فريق النصر فريق معناه عادي جدا اليوم شفناه، وفريق الطائي معناه فرض اسلوبه على النصر ونجح في الاسلوب هذا. يعني جريء سيارة اللي عمله في المباراة؟ والله أنا أقول جريء، لأنه حتى الدقيقة تشوف أنت متى سجل الهدف الثاني في الوقت الضايع، معنا الدقيقة 90 ممكن زايد شوي، محضرين أنفسهم للفوز. حس فريق الطائي ولو أنه النصر جد بعض الفرص، لكن تحس فريق الطائي في كل وقت قادر يسجل، لأنه دارس النصر صح وأمن بحظوظه أما بإمكانياته في خلال الفترة هذه. صحيح. نحسوا فريق القبلية فما تطور كبير ياسر، وخاصة يتطلب المستوى هذا لياقة بدنية. كل تأكيد. عيسى بروح لك إلى مشكلة قلبين دفاع النصر. المشكلة في الانسجام ولا وين بالتحديد؟ هم أول شيء بعيدين عن رتم المباريات، نتكلم عن فتيل فترة طويلة ما لعب. لجامي كذلك يلعب في مناسبات يعني بسيطة. فأكيد ما في انسجام، وكان في أخطاء واضحة اليوم، ظهرهم دائما مكشوف، الطائي قدر يوصل من عمق الدفاع بشكل متكرر في المباراة. صراحة أخطاء النصر كثيرة اليوم، حتى على مستوى البناء كانوا يواجهون صعوبة كبيرة، الطائي كان يمارس الضغط على دفاع النصر، كانوا في البناء جدا بطيئين، كان يضطر حارس النصر في كثير من الأحيان انه يلعب ضربة مرمى، وهذه يعني الصيغة مين من سمات النصر اللي دائما يصعد بالكرة من الخلف ويحرص على البناء من الخلف، فأخطاء كانت كثيرة وكبيرة اليوم في دفاع النصر. أخطاء مكررة، قلبين الدفاع كان بينهم فراغ كبير ومساحة في ظهرهم تكررت من بداية المباراة، كانت المشكلة واضحة، يمكن هذه المشاكل اللي عرضت مشكلة كانت مكررة بالفتيل والأجامي. العمري أنا غريب لم يشرك العمري، ما أدري هو مصاب أو مجهد أو خايفين ياخذ كرت عشان يوقف مباراة الهلال، لا أعلم ما العذر، لكن الاثنين كانوا مشكلة بالنسبة لفريق النصر، مشكلة دفاعية في تمركزهم. غياب العمري علامة استفهام، راجع من إصابة، خايف ياخذ كرت ثالث ولا يلعب مباراة الهلال، لكن كل مباراة لها حساباتها، هذا المفروض اللي يتم إذا كان تفكير مدرب فريق النصر في هذا الجانب. اليوم كان في حضور جماهيري، حضور جماهيري مختلف كليا يا علي، ما شاء الله، حايل تحيك في الملعب.
هل فريق متذيل الترتيب؟ ويقولوا حتى لو لعب ضد النصر الملعب فل، الجمهور هذا وين رايح ما شاء الله؟ جمهور حائل بالتحديد. أكيد جمهور حائل استاق الطائي للانتصارات. أعتقد العمل اللي جالس يقدم السيارة في الفترة الأخيرة وتطور الفريق والنتائج الإيجابية دائما هي اللي تعطي الجماهير ثقة بالفريق ودائما تحب تشاهده في المباريات، خصوصا المباريات الكبيرة. دائما الجماهير هي سلاح جدا قوي للفرق اللي متذيلة الترتيب أو اللي تصارع على ترتيب الفرق في الدوري، ولكن مع تواجد هذه الجماهير قوتها مساندتها للفريق أعتقد أن الفريق ممكن نشوفه في الجولات القادمة بنفس العطاء بنفس الاستمرارية في النتائج. دائما أنا أقول هذه النقاط مش هي فقط مجرد 3 نقاط اليوم للطائي، أعتقد هي 6 نقاط، بحكم أن أول شيء فريق منافس جدا قوي فريق النصر، مباراة ما بين أرضه وجمهوره كسبها يعني للكثير دفعة معنوية جدا جدا كبيرة للفريق. كابتن عبد الرزاق بروح لك إلى سيرة، يعني في ظرف شهر شكل الطائي تغير، وين غيره بالتحديد؟ تفضل. والله لما تشوف فريق الطائي كما تكلمنا كابتن خالد، وكان الطائي كان فريق عادي جدا لما تشوفه في مباريات بداية الدوري، الوقت الحاضر مع سيرة حتى صبوا على الداء عرف المجموعة حسب اعتقادي حفظ كل قوة نتاع لاعب وحاول ياخذ منه اقصى شيء. وهذا بالدفاع نتاعه وقواه على الايام الاخيره وصار فريق معناها منافس عنيد لكل الفرق. هذا علاش نقولوا سير خدم خدمه صحيحه. تفضل تفضل يا كابتن. حس في البلوك الدفاعي كويس. كابتن صوتك صوت صوتك صوتك عفوا يا كابتن صوتك جالس يقطع، عارف؟ هتعيد مشكلة الاتصال وحترجع لنا، برجع لك إلى سيارة يا كابتن عيسى. أكيد في وقت وجيز قدر يصنع هوية لفريق الطائي وشخصية كبيرة، شفنا الطائي اليوم وفي مباراة الاتحاد السابقة قاعد يقدم مستوى جدا مميز، يلعب بشخصية يضغط. شو اللي غيره؟ سبحان الله الكابتن عبد الرزاق تفضل يعني عرج على نقطة مهمة، إنه حط يده على الجرح. الطائي عنده مشاكل لما يدافع دفاع منطقة صعب انه يتحول، ما يملك وما عنده القدرات للتحول، صار يضغط في ملعب المنافس بالتالي يبحث عن خطأ للفريق المنافس يقدر يصنع منه يعني فرصة جول. تفضل تفضل. خلصت؟ اي تفضل. سيارة ها اي طيب السيارة اللي عملها بالنسبة لي مدرسة فيما حدث في هي 4 مباريات 3 مباريات اللي أدارها. أنا أروح في عملية الضغط، اختيار مناطق الضغط مهم جدا لفريق الطائي، قلل المشاكل بدفاعه في الضغط على المنافسين، تمرين على المواقف الثابتة بكل تأكيد الهدف اللي سجلها الطائي لم تأتي محض الصدفة حتى في تمركز اللاعبين وانتشار اللاعبين. السيرة اللي عملها مع الطائي ليس الانتصار اليوم، من تابع الفتح والاتحاد مباراة اليوم الطائي في 3 مباريات كان هو الأفضل فنيا، إلى استفتاء عن أفضل لاعب في المباراة والأربعة كلهم من فريق الطائي: موسونا، دينر، يعطونا الأسماء، إيه ماليلي، لوكوف حارس المرمى، هذه الأسماء الموجودة الآن. علي تروح لمن؟ موسونا هو قدم مباراة جدا كبيرة، كان عامل فارق جدا كبير في فريق الطائي. تحركاته في الجانب الايسر نفس الشيء، التعامل مع الكرات الثابته كان جدا جدا دقيق وكان مكسب كبير لهذه المباراه. موسونا هو رجل المباراه، وحديثك عن موسونا وارقامه والكل شيء اللي سواه في المباراه. تفضل. لاعب مميز واضافه كبيره للطائي، مميز في الافتكاك في وسط الملعب، دائما يعمل الزيادة العددية الهجومية، مميز في الجانب الهجومي وفي الشق الدفاعي أيضا، في تنفيذ الكرة الثابتة برضو اللي تعتبر يعني أحد أهم الأسلحة في كرة القدم الحديثة، واليوم شفنا يعني كرتين ثابتة قدر الطائي يحسم منها المباراة. أعتقد أنه موسونا يشكل ثنائي مع سعيود مهم يعني لفريق الطائي،
تفضل. بالإضافة طبعا في لاعبين مميزين اليوم، عبد الكريم القحطاني برضو يعني قدر يقدم يعني مستوى كويس وصار عنده استمرارية في المباريات، لاعب ذكي يعرف يلعب بين الخطوط برضو، يعني هو على المستوى المحلي يعتبر إضافة للطائي. هذا عبد الله في الهاشتاج حق ملعب اس بي سي يقول: إذا أردتم تشخيص النصر اسألوا عن غياب عبد الإله العمري، مهدد بالإيقاف، عدم إشراكه يتكلم، عدم احترام المنافس 2، اهتزاز شخصية اللاعبين وفقدان الثقة 3، الفريق بلا تكتيك ويفتقد العمل الفني. علي، أعتقد أنا مع التغريدة، النادي النصر أعتقد أنه يفقد أشياء كثيرة. اليوم لما تيجي وتشوف المباراة في بعد كبير ما بين الخطوط، ما بين خط الدفاع والوسط والهجوم، وفي نقطة جدا تكلمنا فيها كابتن، وهي النصر الشيء اللي فقده القائد داخل الملعب. أنا أعتقد أن هذه نقطة جدا مهمة. النصر بعد يعني الفترة الماضية، السنوات الماضية، لما تيجي وتشوف خط الوسط لما يكون بيتروس موجود فيه، تحس أنه فيه قائد. أنت في بعض الظروف الصعبة أنت محتاج أن مثل هذا اللاعب يكون متواجد معك. أعتقد النصر الحين ما متواجد شخصية مثل شخصية هذا اللاعبين موجودة في النصر، لملم الفريق في 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 ظروف صعبة. ولكن النصر اليوم عبد الله العمري فعلا يعني لو فعلا ما شارك هذه المباراة بسبب خوفهم انه يكون في انذار ثاني وما يلعب مباراة النصر، هذه فعلا انت ما في احترام كبير للخصوم. اليوم انت تلعب خارج ملعبك، كل مباراة تلعبها هي صعبة، ظروف نادي النصر مش الظروف اللي هي نعتقد انها الظروف الممتازه انه ممكن يروح اي مباراه ويفوز فيها. النصر فيه عنده مشاكل جدا جدا كبيره. اليوم لما تجي تشوف الجانب الدفاعي في الكرات العرضيه، المشاكل في الكرات الطويله، عدم الضغط على الخصم، كان في بعض الاحيان في حيه كبيره من نادي الطائي في هذا الوضع، وهو اللي كسب المباراه. اليوم الطائي مثل ما تكلمنا اعتقد درس النصر بشكل جدا كبير، خصوصا في الكرات الثابته، لان تحس انه ما في اي تغطيه، ما في رغبه من لاعبين نادي النصر في فوزهم علي بالكره الاولى او الكره الثانيه. علي، الطائي يروح بعيد مع هذا الشكل، يتكلم يروح بعيد، يروح مناطق الدفاع، مناطق الوسط، اذا استمر بهذا الاداء. أعتقد أن لو استمر بهذا الأداء، اليوم أنت تلعب زيارة ثلاث مباريات، كسب مباراتين، هو ماشي في الطريق الصحيح. أكيد يعرف الهدف اللي هو راسمه، أكيد ما يوصل للمراتب الأولى، ولكن يروح للمنطقة الدفاع اللي هي تأمن من ظروف النادي، تلعب بطريقة جيدة، وهذا اللي جالس يقدمه. فوز اليوم على نادي النصر، والنصر كسب النصر في أسوأ حالات النصر، وهذا مكسب كبير. ليش ما النصر جايد من انتصار على الأهلي، ليش ما الطائي كان بحالة ممتازة؟ لا، الطائي كان في حالة ممتازة واستغل ظروف النصر اللي هي مش كانت في يومه. بعض الأحيان أنت ما تستغل هذه الأشياء. طيب علي، هذا الطائي أحرج الاتحاد في ملعبه وانتصر بصعوبة 1-0 على الطائي. أنا بمشي معك. بالعكس، تكلمنا وأعطينا الحقية في السيارة وتعامله مع المباراة والقراءة الجيدة لنادي النصر. مثل ما قلت لك، كسب المباراة كرتين ثابتين، ونفس الشيء الفرص اللي جاته في الكرات الثابتة اللي يدلل لك أن النصر فيه عنده مشكلة جدا كبيرة وهو استغلها. صحيح. طيب، في سعود في الهاشتاج يقول لي هذا الشكل لي ولك وللكبات أمس، يقول لي: يا حي، كل يوم توقع ضدنا، دام الطائي يحب يكسر التوقعات. يستاهلون، فايزين، وما يحتاج الطائي، صائد الكبار يعني، هذا مو جديد عليه من قديم الأزل، وهو يعني هذه عاداته يعني، فحائل دائما يظهر بمستوى ممتاز ودائما يفوز، والأمثلة كثيرة. طبعا يستاهلون، احنا توقعنا بناء على المعطيات اللي نشوفها امامنا والفروقات الفنيه. مبروك للطائي، ويستحقون الفوز. جمهور الطائي، ها، كل مباراه نتوقع خساره الطائي عشان تكسبون، ابشروا، تدللوا، تستاهلون. والف الف 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 مبروك للطائي، حظ اوفر للنصر. مستمرون معكم وبعد الفاصل. فترات التوقف وتأثيرها السلبي على نتائج النصر. قهوة شمالية تقلب راس قوم والبين يسلح، وقهوة كيفي اللي فيك مغلية.
حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. نتائج النصر بعد التوقف، بعد فترات التوقف، الجولة الخامسة كانت قبلها توقف، النصر والاتحاد خسر 3-1، الجولة التاسعة النصر والاتفاق خسر 1-0، الجولة الثانية عشر النصر والراية تعادل 2-2، وهذه بعد فترة التوقف بسبب كأس العرب خسر من الطائي 2-1. أيام التوقف هل هي مشكلة لفريق النصر؟ كابتن عبد الرزاق مرحبا. ها كابتن عبد الرزاق أقول لك نسمع. ها أسمعك أقول لك النصر حصل الموسم هذا 4 فترات توقف، خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. هل فترات التوقف للنصر هي مشاكل للفريق النصر؟ هي استمرارية في المشاكل، لأنه فريق النصر بعد كل توقف يصير له مشاكل، تحضير ما يكونش كما يلزم، الله أعلم إيش يصير في بيت النصر في كل فترة راحة، تصير استمرارية وجدية في التمارين، تطوير الفريق في كل فترة توقف، مباريات ودية باش يكثر من الانسجام، هذا كله صاير ولا مش صاير؟ أنا أعتقد فما أشياء ثانية في النصر في كل فترة توقف يرجع بالكيفية ذي، ما يخرجش على فريق كما النصر، فريق الكبير، الفريق اللي فيه ما لا يقل عن 30 لاعب معناها متساويين متقاربين في المستوى، فما مشاكل أخرى اللي حكينا فيها في السابق، لكن لازمها تتعدل وتتصلح وننسوا هالحكاية نتاع كل توقف يصير له هزايم ويصير له تعادل، هذه الإحصائيات تقول كده، لكن سهل باش تتعدل على شرط المنظومة كلها تتغير كما تكلمنا، مش مشي حمد الله خلاص انتهت مشاكل النصر، لا في مشاكل ثانية، لما نشوف الفريق اليوم يلعب نحسوا ان فريق النصر مش هو الفريق اللي يقدر يفرض اسلوبه على اي منافس ويفوز. بدنيا النصر جاهز يا كابتن عبد الرزاق؟ لا ما هو جاهز، لانه فما لاعبين ما لعبوا، فما لاعبين ناقصين مباريات، فما لاعبين اللي يلعبوا ربع ساعة و20 دقيقة، فما الاجانب الحقيقة الاجانب نتاع النصر الوقت الحاضر ما همش يلعبوا الكل، ما همش يعطوا في الاضافة، انا وقت نشوف انسليمو اليوم يدخل يلعب، ما فهمتش علاش يدخل يلعب انسليمو، ومن المشاكل والهزيمة نتاع النصر هو دخول انسليمو لأنه خلى وسط الميدان فاضي، وهذه مشكلة كبيرة اللي يعانيها النصر لازم يصلحها. المشكلة الآن سبب رئيسي في خسارة النصر دخول انسليمو؟ أنا عندي أنا الهزيمة نتاع النصر هي دخول انسليمو، لأنه صار هجومي بحت وناسي المنطقة الدفاعية وناسي وسط الميدان، وهذه من المشاكل في التغييرات كلها هجومية، صار عندك تقريبا 5 لقدام والوراء ما فيه لعيبة، وقت اللي يزيد يطلع الظهير اليمين ولا الظهير اليسار تصير عندك مشاكل كبيرة في الدفاع. طيب أنا في 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 حال أنا حتكلم عليها، يعني لفت نظري في المباراة وراها فنية أكثر من هي عناصرية. أمام الفريق المتكتل بهذا الشكل مثل الطائي، أتكلم على فريق النصر، بتكلم على تغيير اللعب، شاركني فيها كابتن عبد الرزاق. الحالة اللي أمامنا هشرح الحالة الأولى لك مطلق الحرية. تفضل. في كل مرة يجد حرية لتغيير اللعب، شوف ميلان فريق الطائي والمساحة الموجودة في الجهة اليمنى الفارغة، ولا في أي تمرير للجهة الأخرى، ما في تمرير، مستمرين بنفس الجهة، يستمر في اليسار ويروح اليسار. كابتن عبد الرزاق صحيح زي ما تفضلت، هو المفروض في اللعب وفي تحضير للهجمات لازم تبني من جهه وتنهي في الجهه الثانيه، لانه يعني الميلان نتاع الدفاع يصير من جهه زي ما قاعدين نشوفوا الحين. المشكل في النصر مين اللاعب المؤثر، من اللاعب اللي يقرا صح اللاعب في وسط الميدان باش يغير لك هالكوار هذوما، هذه المشكله نتاع النصر، هو العناصر والشغل اللي فوق الميدان، لازم يكون شغل في التمارين الشيء هذا يشتغل، تولي فمك الاوتوماتيزم يتخلق، الانسجام ما بين اللاعبين، يعرف اللي وقت اللي الكره جايه من اليسار دخلت الوسط راهي تنتهي من اليمين، الظهير يطلع الوسط يدخل الوسط، هذا كله يشتغل في التمارين ويصير فيه انسجام وتقدر تضرب اي منافس. عيسى طبعا تغيير اتجاه اللعب احد اهم الحلول اللي يتعامل معها الفريق امام تكتل دفاعي. في الحالة الأولى أنت لو لاحظت يعني الخيبري ما كان في استلام موجه للكرة، يعني الكرة استلمها على المنطقة اللي الطائي تقريبا 7 إلى 8 لاعبين، لو استلم الكرة استلام موجه وغيرها الغنام مساحة موجودة في الجهة الأخرى،
شوف لو لاحظت طبعا الخيبري جات تمركز في المكان الصحي اللي المفروض يستلم فيه، ولكن الاستلام الموجه ما كان حاضر، استلمها على منطقة الضغط، فبالتالي الكرة انقطعت وكان في مشكلة فنية فردية ولا فردية؟ أنا أشوفها فردية أكثر. الكرة وصلت للخيبري مفترض يستلم وأنت لاعب محورك، المفروض يستلم استلام موجه على الجهة الثانية. الغنام خلاص باص طويل. عارف عيسى متى تغير الوضع؟ لما دخل مارتينيز بيتي غير له ثلاث أربع كور، خلق له ثلاث فرص. دائما طول المباراة ما في تغيير، قاعد اشاهد النصر يلعب في جهه وينهيها بنفس الجهه. تغيير اتجاه اللعب قلنا احد اهم الحلول وبسرعه، يعني دائما المساحه الفاضيه تكون في الجهه الاخرى. مشاركه الجماهير في الواتساب اسمعهم. السلام عليكم كابتن خالد. مشكله النصر هي عدم الاستقرار. عدم الاستقرار، تغيير المدرب وتغيير اللعيبة كل يوم، تغيير الإداريين. وأيضا مشكلة ثانية تاليسكا هو مهاجم رأس حربة، ما يلعب رقم 10. ما النصر ما في لعيبة يلعبون رقم 10. السلام عليكم أخي خالد، يعطيكم العافية على البرنامج الرائع. أعتقد أن مشكلة النصر مشكلة فنية بحتة، مدرب غير منظم، مدرب لا توجد خطة واضحة للفريق، مدرب غير مترابط الخطوط، ثانيا ضعف اللياقة البدنية. أخي خالد، أحب أمسي عليك على ضيفك الكرام. بالنسبة لي أكبر مشكلة للنصر واللي أثرت سلبيا على جميع المباريات السابقة هي الخروج الآسيوي. الخروج الآسيوي كان تأثيره جدا سلبي على اللاعبين، ما هم مركزين تفكيرهم في آسيا. ثاني شيء هو أكبر سبب تأخر في إقالة مدرب مانيز. علي، ها شايف الوعي اللي عند الجمهور، الولد الصغير اللي طلع في البداية؟ اي اكيد ما شاء الله. ما شاء الله خالد، اليوم لما تيجي وتشوف الثقافة الكروية تغيرت كثير من الجميع. اليوم الجميع يتابع المباريات، يتابع التحاليل، يتابع النجوم الكبار في طريقة الكلام وحوارهم في الرياضة، تعاملهم مع المباريات، قراءتهم للتقارير اللي تطلع. فهذه الأشياء كلها تنم على نمو عقلية المشجع، مش السعودي فقط، السعودي والعربي كامل. نفس الشيء اليوم لما تيجي وتشوف دوري مثل الدوري السعودي يمتلك عناصر كبيرة من النجوم اللي لعبت في دوريات كبيرة في العالم، النجوم السعوديين اللي متواجدين، يعطيك اهتمام أكبر من الجميع. والشيء اللي يسعدنا أن نشوف هذول الأولاد الصغار يتكلمون بهذه الطريقة ويتكلمون عن الأندية اللي يحبوها بطريقة فنية جدا جميلة. المريح، أنا معك يا علي، المريح ويمكن نشارك فيها الكابتن عبد الرزاق والكابتن عيسى، الشعب متعطش كورة، فاهم كورة، أنت متعمق يا كابتن عبد الرزاق. أنا عجبني الولد الصغير ما شاء الله. والله صح، تفضل يا كابتن، تفضل. صح كابتن خالد، لما تشوف شباب صغار ويفصلوا لك ليش الهزيمه وليش ما مشتش الامور وايش اللي ناقص وايش اللي زايد وايش يلزم انتدابات، معناها تحس العالم الجديد هذا والانترنت هي اللي خلتهم، والبلاي ستيشن خلتهم يحفظوا اللاعبين والمتابعه نتاعهم وحبهم لكره القدم وحبهم لفرقهم، خلتهم كل شيء ملمين بكل كبيره وصغيره. وهذا معناه حاجه ممتازه تخلي حتى اللاعب في الميدان يعرف اللي فما ناس وراه باش تحاسبوا الجماهير نتاعو، يلزمو دائما يعطي الاداء لازم يتعطى ويعرف قيمه الفانيلا اللي هو لابسها. يعطيهم العافيه. صراحه العقليه مختلفه من زمان، لكن الحمد لله ترى الحديث في الكوره ومشاكل الكوره والكلام على الكوره والكلام في الامور الفنيه متعمق. فخور لما اسمع الاراء هذه، اسمع الاراء الفنيه من غير إساءة، من غير تقليل من الآخرين. قال لك لا، هذه مشكلتنا 1 2 3، واحد وداها لآسيا، واحد وداها مركز تاليسكا صحيح هو 9.5 وليس 10، واحد وداها إلى الحالة البدنية. الناس أصبحت واعية جدا في كرة القدم. إلى استفتاء في أسباب فوز الطائي على النصر. عيسى إلى وين؟ وعلي وإلى وين أنتم؟ يعني كل واحد اللي يبغى يشارك الآن. الجمهور راح لتنظيم الطائي 51%، المواقف الثابتة للطائي 16%، الحالة البدنية أتكلم للنصر أو الطائي 5%، فردية لاعبين النصر
28% راح الجمهور، تروح وين يا عيسى؟ انا اروح المواقف الثابته هي اللي حسمت المباراه اليوم يعني بشكل علي. انا اروح لشيء مختلف اللي هو التركيز جدا عالي من الفريق من بدايه المباراه وثقتهم الكبيرة أنهم ممكن يفوزوا في أي دقيقة، خصوصاً أنه تسجل الهدف في الدقائق الأخيرة يدللك هذا على التركيز الكبير في 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 الناحية البدنية والذهنية وتعاملهم بالمباراة. وأنا أقول سيارة تعامل جداً راقي بخصوص التعامل مع الكرات الثابتة اللي فوزت في المباراة. كل تأكيد. طيب فيه من الفيتو في سؤال لك يا كابتن عبد الرزاق أو استفسار، يقول تكتيك مدرب الطائي سييرا هي من عملت الفارق وخرج بثلاث نقاط أمام النصر، اللي حدث اليوم تفوق وقراءة سييرا الناجحة خصوصا في الشوط الثاني. كابتن عبد الرزاق. أنا أشوف سييرا حضر المباراة تاعه كما يلزم ودرس النصر صح في الوضعية اللي هو فيها، لأنه النصر ما هوش في أوج العطاء تاعه، عارف سير اللي فريق النصر ماهوش في الأوج وطلع ضغط عليه عالي ودرسه صح، وكان البلوك الدفاع نتاعه معنا قريب البعض وثلاثة خطوط قراب، واشتغل اللي هو مهم كثير واللي فاز به المباراة زي ما تكلم الكباتن الكرات الثابتة، حضر نفسه للأشياء هذه الكل وفاز في المباراة عن جدارة، وكان يستحق الحقيقة اللي قدمه سير اليوم فريقه. ومن ناحية اللياقة البدنية مع صحيح يا كابتن، صحيح صحيح. عيسى انت المختار حاله لابو بكر، في اي جانب رايحه؟ طبعا ابو بكر اميز لاعب في ثلث الهجوم اليوم في النصر، ظهر بمستوى جدا مميز، صنع حلول كثيره، كان له محاولات متكرره، فرصه الجول انا هي الصراحه اللي شدتني كثير، طلب الكره في المساحه اولا، استقبال الكره بشكل مثالي، اخذ القرار والإنهاء أيضا بشكل مثالي. لاعب مميز صراحة، وظهر الآن يعني صار يأخذ دقائق معدودة أكثر وقاعد يعني خلاص تحمل المسؤولية، فبالتالي اليوم صراحة هو اللي صنع الفارق بشكل كبير يعني مع النصر، وكان فيه أكثر الفرص يعني أغلبها هو اللي قاعد يصنع الحلول للنصر في الثلث الهجومي. أطراف كانت غير فعالة، تاليسكا كان يغيب أوقات كثير في المباراة ويظهر في لمحة فنية واحدة، فبالتالي ما في شك هذه الكرة أيضا شوف استلم وحضرها وطلب أيضا استغل المساحة اللي في ظهر مدافعين الطائي، بالتأكيد إضافة، وأنا أتوقع أنه إذا استمر على الشكل هذا حينافس على لقب الهداف في الدوري. تاليسكا ليش غايب اليوم؟ تاليسكا؟ إيه بصراحة هو مشكلته يغيب أوقات كثير يعني أثناء المباراة ويظهر، لاعب مميز وإمكانات كبيرة يعني، في اعتقادي أنه يعني في مثل هذه المباريات يعني الواجب عليك أنك يعني تعطي أكثر، لأنه صراحة أي فريق ينافس على الدوري من وجهة نظري الدوري في المباريات مع الفرق الأقل منك مستوى، أنت لما تأخذ 6 نقاط من 10 فرق في الدوري 60 نقطة أنت بالتالي منافس، خلي الفرق المنافسة أنت ممكن تتعادل أو ممكن تخسر وممكن تفوز، لكن 10 مباريات مع 10 فرق مثلا اللي متذيل الترتيب لو أخذت 60 نقطة هذا بالتأكيد بتحطك يعني في مقدمة الدوري. أنا ما هسألك السؤال هذا علي، بس ألعب الكابتن عبد الرزاق، في أوضاع النصر الغير جيدة وعنده ديربي يوم الخميس، الديربي صحيح؟ يوم الخميس الديربي، ايش اللي حتعمله خلال هذا الاسبوع لو انت مدرب النصر يا كابتن عبد الرزاق؟ اول شيء من هو من الليله ومن بكره يصير الريكوبيراسيون اللي هي المعنى الاسترجاع، ويحاولوا اللاعبين يكونوا حاضرين اول شيء في التمارين نتاعهم. الاخصائيين عندهم شغل كبير، دخول المدرب باش يخدم كثير على الناحيه المعنويه والبسيكولوجيه، لانه ما عنده حتى خيار ثاني، مش في 5 ايام ولا في 4 ايام باش يجي يقول يلا باش نخدم اللياقه البدنيه، لا باش يحاول يضرب يمس الامور النفسيه نتاع اللاعبين ويحاول يطلع اكثر ما عندهم. من هنا اليوم المباراه الهلال وينسيان في الهزيمه نتاع اليوم اللي هي هزيمه الحقيقه ما كانوش يستحقوها، كان الطائي افضل. الشغل نتاع المدرب تكتيكي ومعنوي مش يكون موجود، لكن بدنيا ما نجمش يخدم بدنيا لانه صعب شوي. الاهم فني ولا نفسي في المرحله هذه للنصر؟ نفسي اكثر منه فني، واختيار العناصر اللي لازمها تعطي فوق الميدان وتكون منسجمه مع بعض، هذا اللي فاقده النصر الايام هذه،
كون التشكيلة والعناصر اللي فوق الميدان ما فماش انسجام كبير. هذا علاش وقت نتكلم على تاليسكا، تاليسكا يبان لك بعد 10 دقائق تشوف عمل كورة حلوة ويغيب ربع ساعة ومن بعد يرجع، ما فماش التسلسل في الأداء، ما فماش الاستمرار في الأداء الإيجابي، وهذا لازم يتوجد خلال الأسبوع. يحاول المدرب بأسلوبه بطريقته بخبرته باش يطلع أكثر ما عنده من اللاعبين. كابتن بروح حاجة ثانية كابتن، تفضل تفضل تفضل. حاجة ثانية، المباراة ضد الهلال نفسها تحمس اللاعبين باش يعطوا أكثر، ما هو زي الطائي، لأنه التفكير في مخ اللاعب دائما باش يلعب ضد الهلال يحضر نفسه بدون مدرب، وباش يلعب ضد فريق أقل ما تعرفش عليه، الناس تحضر وناس لا، هذه المشكلة اللي عند اللاعب العربي بصفة عامة. طيب كابتن، أنت رحت لنقطة الانسجام، بعطيك معلومة وللمشاهد ولكم وللكل. ثلاث مدربين وهذا المدرب الرابع اللي هو روسو، هذا واحد. خمسة أظهر يسار لعبوا من في 11 مباراة، وثلاث حراس مرمى. أي انسجام تتكلم عليه كابتن عبد الرزاق؟ أنا قلت لك أنا تو بنزلش نحط روحي مكان هالأربع مدربين، حاطين نفسي أنا من جاوبك، إذا نعرف إيش عندي قدامي ونعرف إمكانيات اللاعبين اللي عندي، أكل وقت يكون الخيار بقناعتي ونمسك فريق ما عادش فيه تغيير، لأنه لو نقتنع بلاعب يقعد يلعب حتى لو يغلط لين نطلع منه أحسن ما عنده ويعطي للفريق، لكن كل مرة لاعب ما يمشيش نغيره، لاعب ما يعطيش نغيره، هنا الانسجام يتفقد. علي، والمدرب الظاهر أمامك روسو الأرجنتيني، يعني نفس السؤال بطريقة أخرى للكابتن عبد الرزاق، العمل نفسي ولا فني أهم في الخمس أيام القادمة وأنت عارف مباراة الديربي؟ أكيد، أول شيء الله يعين روز على الموقف اللي حط نفسه فيه في فريق النصر في هذه الأوضاع. أعتقد أنه يعني معرفة الأهداف اللي رسموها سواء إدارة النصر أو مهمة من خلال ما تبقى من الدوري، ولكن أعتقد أن الفترة القادمة فترة جدا صعبة بتكون، هي فترة نفسية فترة تكتيكية، مثل النقاط اللي تكلمت فيها كابتن. اليوم أنت لما تيجي وتلعب في هذا رابع مدرب، يمكن من خلال يمكن حتى ما وصل 20 مباراة في الموسم مع الأسيوية وهذه الأشياء كلها، فأعتقد أن عدد جدا جدا كبير، ما أعتقد أن اللاعبين يقدروا يعني يفهموا نظريات المدربين اللي يجوا يمسكوا الفريق. فأنت حالية الحالة الفنية جدا صعبة، والحالة البدنية هي تعطيك انعكاس على التغيير المدربين في الفترات الماضية. اليوم أنت لما تيجي وتشوف تلعب في نص الموسم وأنت مش جاهز بدنيا، فأعتقد هذه مشكلة جدا كبيرة كابتن. مفروض الحين في قمة عطاء اللاعب، يعني صحيح. قمة عطاء اللاعب في الجانب البدني يكون في هذه الفترة. صحيح يا كابتن، صحيح يا كابتن. مستمرون معكم وبعد الفاصل. التعادل السادس للهلال من 11 مباراة ومخاوف جماهيرية من جارديم. حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. جدول الترتيب، الاتحاد في الصدارة ب 26 نقطة من 12 مباراة، عنده مباراة مؤجلة أمام الهلال. الشباب الثاني 25 نقطة، ضمك الثالث 25 نقطة، الهلال الرابع ب 21 نقطة، النصر السابع ب 17 نقطة الصفحة الثانية، الأهلي التاسع ب 15 نقطة، الحسم يتذيل الترتيب ب 11 نقطة، الخامس عشر التعاون ب 11 نقطة، الطائي بعد انتصار اليوم قفز إلى الثالث عشر ب 13 نقطة. كابتن عبد الرزاق الرابع عشر، عفوا الرابع عشر. كابتن عبد الرزاق، في ظل تواجد النصر في هذا المركز وهذه النقاط، لا أمل في الدوري؟ والله هو طبعا عنده 17 نقطة، إذا يفوز في المباراة المتأجلة يصير 20، ما نقولوش عنده أمل كبير، لكن النصر وكبر فريق النصر على شرط يزمه يرجع للنسق بتاع الفوز والنسق بتاع الأداء، والمنظومة كلها تتغير وتكون فما روح وسط الفريق باش تحس، لأنك أنت الحين قدامك ما هو اللي عنده 25 بس، قدامك تقريبا 8 فرق يزمك تخلص عليها تلحق عليها، هذه المشكلة، مش تلحق على فريق واحد. لا أمل؟
له امل يعني الامكانات الفرديه اللي موجوده في النصر. انا اروح مع الكابتن عبد الرزاق، فوزه على الهلال بحكم ان الهلال هو المنافس الاقوى على الدوري، فوزه على الهلال حيعزز حظوظه في الدوري يعني. علي، في امل النصر للدوري ينافس على الدوري؟ بالنقاط ممكن يكون في امل، ولكن في الجانب الفني اللي جالس يظهر فيه النصر اعتقد صعب جدا. جانب فني والله انا انا اراها مستحيلة على الوضع هذا، وليس صعب، مستحيل. النصر من مشكلة إلى مشكلة إلى مشكلة إلى مشكلة لم تتوقف. من مشاكل النصر ندخل على مباراة الهلال والفيحة 0-0. ترى من بداية الموسم نتكلم الهلال ينتصر بلا إقناع، ينتصر بلا إقناع، وكان في تحذيرات من البداية. علي، طبيعي اللي يحدث للهلال؟ والله أعتقد الشيء اللي جاهلس الهلال يظهر فيه في الفترة الأخيرة، لا ما أعتقد أنه شيء طبيعي. الهلال مفروض في هذه المرحلة يكون في قمة عطاءة، خصوصا بعد انتهاء من الأسيوية، الفوز بالأسيوية. ولكن الشيء اللي ظهر فيه الهلال بعد الخسر، بعد الفوز بالأسيوية، مبارتين اللي ظهر فيها ما ظهر فيها بشكل يليق بالفريق الهلالي. العناصر كلها متكاملة، ما في غيابات. شكل الهلال ما أعتقد هو بالشكل اللي كان الناس تنتظر الفترة هذه، خصوصا فترة جدا مهمة، مباريات مؤجلة، الهلال لازم يكسب فيها نقاط عشان يرجع في مكانه الطبيعي. ولكن بعد اللي شفناه من آخر مباراتين أعتقد أن الهلال من الضروري جدا أنه يرجع في الانتصارات. التعادل ما أعتقد أنه يخدم الهلال بشكل كبير. ولكن في الجانب الآخر الفيحة ترى اللي جالس يقدمه هذا الموسم مستوى جدا ثابت، مستوى جدا كبير، ثبات في المستوى، من الطبيعي أنها بتكون مباراة صعبة. طيب، على النتائج بنشاهد أكثر الفرق تعادلا في الدوري. الهلال بستة عدلات من 11 مباراة، رقم كبير. نشاهد الأرقام أعتقد بعد التعاون، أو يذكرون الشباب في الأرقام، نشاهد الأرقام الموجودة. أكثر الفرق تعادلا في الدوري الهلال ست مباريات من 11 مباراة، الفيصلي 6 مباريات من 13، الأهلي 6 مباريات من 13. عيسى، التعادل يضعك في حيرة أكيد، بالذات لما تكون أنت فريق يعني دائما في المنافسة وتطمح أنك تكون في المراكز المتقدمة. تعثر الهلال يعني ستة فرق، يعني أسوأ بداية للهلال يعني من عدة مواسم. الهلال دائما نشوفه في بداية الموسم يبدأ بقوة ويكون دائما متصدر ويضع نفسه دائما في المنافسة. الموسم هذا العكس، ممكن البطولة الآسيوية أثرت عليه، يعني جل التركيز صار على البطولة الآسيوية. أيضا بعد الحصول على البطولة اللاعبين يعني صار ما بقول تراخي، ولكن ما كان في تركيز كبير. الدوري صعب، كل مباراة يجب أن يعني تركز فيها بشكل كبير، ولازم تبذل مجهود عشان تحصل على نقاطها. الهلال في مباراة اليوم ما قدم المردود اللي يؤهل الفوز، أيضا في مباراة أبها كذلك. جارديم دخل في مرحلة الشك، لكن الهلال قادر على العودة في أي وقت. يعني كابتن عبد الرزاق، استفتاء أسباب انخفاض الهلال، أداء الهلال، في أربع الشباب عملوا أربع أسباب: الجهاز الفني المتمثل بجارديم، الجمهور راح 51%، تشبع اللاعبين 25%، الحضور والتركيز الذهني 11%، قوة المنافسين الجمهور راحوا إلى 13%. اللي قاعد يحدث الهلال في خيار غير هذول تختاره؟ والله هو خيار في اثنين ولا ثلاث نقاط لازمهم يكونوا مع بعض، لانه الهلال كان مركز كثير على الاسيويه واخذها. الهلال خلينا نقوله الفريق الكبير، الفرق ما بينه وما بين فريق ثاني هو كونه يعرف على وقت يتعادل، عمل ستة تعادلات، هذا خلينا ناخذوه من منطق ثاني، وقت ما يكون يشوف في الفورم نتاعه ما ينهزمش، وهذا الفريق الكبير. معنى الفريق الهلال في الضعف نتاعه تعادل، يلزم يواصل الهلال في الأسلوب بتاع تطوير الفريق، بتاع انسجام الفريق اللي عودونا به، الأظهر اللي تطلع الكل خصم يلعب ضد الهلال اللي قرأ له حسابه. خلينا نقول أنا نمشي مع زاد الفرق الثانية، تدرس كثير الهلال وتحضر كثير للهلال أكثر من الفرق الثانية،
وتعمل معها نتائج إيجابية اللي هي تعادلات أكثر منها فوز. علي جارديم مقنع ولا ما زال مستمر في حبة فوق حبة تحت؟ والله جارديم أعتقد لين الحين جالس مثل ما تقول أنت في مباراة يطلع بمستوى جدا كبير مستوى، وبعدها تلاحظ أنه في انخفاض كبير في المستوى سواء في الجانب الفني أو لا. ولكن كابتن في نقطة جدا مهمة في الهلال، هو عدم استغلاله للكرات الثابتة بطريقة جيدة. صحيح. أنا أعتقد أن الهلال اليوم مثلا لما تتكلم اليوم العرضيات اللي جت 42 عرضية، تسديدات كثيرة، الكرات الثابتة اللي هي الكورنر، الكرات الثابتة سواء اللي على الأطراف، الهلال ما جالس يستغلها، مع أنه الهلال عنده إمكانيات لاعبين جدا كثير مميزة في طريقة الدليفري. اليوم الهلال كم عدد الركنيات اللي شاهدناها اليوم في المباراة؟ كثيرة، ولكن ما في أي استغلال. اليوم بعض الأحيان لما تلعب مع فرق متكتلة في الخط الدفاع، فريق متكتل، لازم يكون عندك حلول ثانية، الحلول الفردية اللي ما شفناها اليوم. اليوم نفس الشيء، عدم تواجد بيريرا، يعني بيريرا كان من اوكي بيريرا ما يسجل، ولكن بيريرا من اللاعبين اللي يعطيك حلول كثير في الـ في الـ في الجانب الـ 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 الهجومي. فهذه الاشياء كثير انا اعتقد ان الهلال ما جالس يستغلها بطريقه صحيحه. صحيح. وجالس تاثر عليه في جلب النقاط. صحيح. بروح الى رجل المباراه وحيشاركنا طبعا علي سويكوفيتش، أداء مميز وثقة كبيرة، يعني قدر يعني اليوم استطاع أنه يعني يمنع تسجيل هدف خاصة في الشوط الأول. يعني فرصة ماريجا كانت يعني كفيلة أنها تضع تصديات ما شاء الله، ثقة كبيرة، يعني لاعب دولي، وصراحة يمكن يوافقني الرأي الكابتن علي، مميز حضوره اليوم صراحة أعطى الفيحة ثقة كبيرة، قدر يمنع تسجيل الهلال. كلنا نعرف أنه الهلال لو سجل من الصعب أنك يعني ترجع للمباراة، بالتالي يأخذ ثقة كبيرة وقد ممكن يضاعف النتيجة. فبالتالي صراحة يستحق نجومية المباراة عطفا على المستوى اللي قدمه اليوم. علي، وأمام سويكوفيتش أكبر ميزة له شيء؟ أكيد اليوم مثل هذه المباريات كابتن تحتاج حضور ذهني جدا جدا عالي. دائما حارس المرمى لما تلعب مع فرق كبيرة، فريق مثل الهلال، أنت تعرف يعني تلقائيا أنك راح تكون مباراة جدا صعبة، خصوصا مع الفريق اللي أنت أصلا فاهم الأسلوب اللي راح تلعب فيه وهو التغطية الدفاعية. فحضورك الذهني أعتقد أنه ميزة كبيرة. نفس الشيء قراءته للمباراة بطريقة جدا مميزة، سواء في الكرات البعيدة اللي تسدد من خارج المنطقة أو حتى في الكرات العرضية، ونفس الشيء في الكرات اللي يجد داخل الصندوق، عنده قراءة، عدم الاستعجال في القرار، ثباته يعطيك ثقة كبيرة لنفسه وللمدافعين. اللي عمل اليوم فوق مدرب فريق الفيحة كابتن عبد الرزاق وتعامله مع الكرات الأرضية كان بحالة ثانية فريقه، وتركيز لاعبينه والحالات أمامك يا كابتن. خلينا نشوف الحالات ونتكلم باش نكونوا أصدق تفضل. شوف الكرات العرضية، أنت بالنسبة للحارس هذا وللمدافعين، أنا حبيت أتكلم بكري فيما يخص الحارس، قدامه مدافعين ممتازين صراحة، حسام القايبي والثاني اللي جنبه كانوا مميزين الحقيقة. وبالنسبة للحارس يعطيهم دائما ثقة. شوف أنا التمركز تاع الدفاع للفيحة، ما تلقاش لاعب في الظهر ولا المدافع ماشي يطالع في الكرة وما يطالع. شوف أنا كيفاش خرج جوا الأول على المدافع على المهاجم، معناها تحس فما انسجام، فما منظومة تخدم صح، ورام حارس مرمى مميز باللي ثم رفعات حاول الهلال من اليمين من اليسار، لكن دائما يوجد دفاع متمركز تمركز سليم، وكل كره ياخذوها هما وكانوا الاوائل وكانوا عندهم قراءه. شوف انا كيفاش المدافع خرج على مهاجم الوسط اللي جاي من الخلف وقراها وضربها هو قبل المهاجم. هنا نخلينا معناها سامي الخيبري والشويش كانوا مميزين وكانوا لاعبين معناها اعطوا الاضافه الحقيقه لفريق الفيحة السنه هذه، وعطوه استقرار للدفاع مع حارس مميز. صار فريق الفيحة عنده منظومة دفاعية وبلوك دفاعي يخليه معناه ينجم يفوز على أي فريق. صحيح. عيسى فيه من يغير اسمه هذا الرد،
يقول نتفق تراجع موسى وغوميز ليس سبب تراجع الفني من بداية الموسم، توظيف سيء بالثلث الهجومي بالتحديد في المراكز واللعب بدون كرة والانتشار والمساندة. هذا جالس يفصل الهلال، وعدم وجود أسلوب لعب واضح تسبب بعجز الصناعة والتسجيل جعل الهلال يتفوق بمجهود فردي فقط. تتفق معه؟ والله أتفق في بعض الجوانب. الهلال طبعا في منظومة الهجومية على غير العادة، يعني الهلال تغير من أسلوب اللي معتاد يلعب عليه من سنين استحواذ إلى يعني لعب كرة مباشرة في أغلب الأحيان. غوميز دائما يعني ميزة غوميز هو أنه دائما لما يكون قريب من الـ18 يصنع الفرق، ممكن يصلح، ممكن يسجل أهداف، فبالتالي أنا أتفق معاه في كثير من الجوانب. وأنا أروح الفاصل، مستمرون معكم وبعد الفاصل. المستشار التحكيمي والقرارات التحكيمية في مواجهتي اليوم. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. نقاط الهلال بعد 11 جولة في آخر أربع مواسم: 18-19-31-26-20-20-21-24-21-22-21 نقطة. علي، الهلال رايح للأسفل والأسباب؟ والله أكيد أكيد دائما الإحصائيات هي تعطيك الأرقام الحقيقية للأسلوب اللي جالس تلعبه أو المباريات. أعتقد أن الهلال صحيح ما خسر، ولكن مهم جدا أنه يرجع بأسرع وقت. يعني الهلال في المنحنى البياني كنقاط من موسم إلى موسم إلى موسم قاعد نشاهد أقل فأقل فأقل. اليوم في حديث كبير على هدف الطائي الثاني على النصر، هل هو تسلل أو عدم تسلل؟ عندنا أبو زياد المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، مسيك بالخير يا كابتن. الله يمسيك بالنور أخوي خالد، مسي على السادة المشاهدين. راح إن شاء الله نستعرض مباراتين اليوم، مباراة الأولى مباراة الطائي إن شاء الله والنصر. تفضل يا كابتن. بدءا من الدقيقة 6 حالة سقوط للاعب النصر على مشارف منطقة الجزاء، الحكم سمح باستمرار اللعب، تم مراجعة الحالة ونشوف مع الزوم اللي سويناه على الحالة وين كان هذا الاحتكاك. طبعا الاحتكاك زي ما يوضح من الزوم اللي حطينا على الحالة انه خارج منطقة الجزاء مش على الخط. ايوه هذه بوضح فيها ابو وليد. المعول عليه هو الجزء اللي حدث فيه الاحتكاك، بمعنى انه القدم لها مسافة، بمعنى ممكن يكون بداية القدم على الخط والله يكرمكم كعب القدم في الاخير. وين حصل الاحتكاك؟ في كعب القدم اللي خارج الخط. بعطيها بمثال أقرب، لو حارس المرمى واقف داخل منطقة الجزاء وطلع أصابع يده ولمس كورة خارج منطقة الجزاء، هل بنقول أن اللمس داخل منطقة الجزاء؟ لا، راح نقول اللمس خارج منطقة الجزاء، لأن المعول عليه وين مكان التلامس. هنا بداية القدم على الخط، لكن التلامس زي ما يوضح في الكعب، يعني في الجزء اللي لسه ما وصل الخط، لذلك لو كان هناك خطأ بيكون خارج منطقة الجزاء، لذلك لا يوجد ركلة جزاء. الحالة الثانية يا كابتن. سم. الحالة الثانية. الحالة الثانية حالة طبعا سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء، عملية تماسك دائم تحدث داخل منطقة الجزاء، لكن المهم هل هذا المسك هو اللي أسقط اللاعب؟ نشوف اللاعب سقط بعد فترة، لذلك الحالة الثالثة كان قرار صحيح. الحالة اللي تم تسجيل منها هدف النصر نؤكد فيها حالتين، أنه لا يوجد تسلل، وأيضا لاعب النصر استقبل الكرة على صدره ولم تكن في يده، لذلك الهدف نشوف هنا أنها على الصدر واليد لم يكن لها أي وجود في ذلك الهدف، لذلك الهدف صحيح. الحالة اللي بعدها وهي حالة قطع للكرة من قبل حارس النصر خارج منطقة جزائه، ونشوف التأكيد اللي صار من حكم المباراة وحكام الفار أن الكرة اصطدمت برأسه ولم تصطدم بيده، وراح توضح معانا في الزوم اللي سويناه على رأس الحارس و مكان لمس الكرة، يؤكد أن الكرة في رأسه وليست في يده. هذه مجمل الحالات في حالات النصر. نأتي للحالة المهمة الأهم وهي حالة تسجيل الطائي لهدفه الثاني، نؤكد أن الهدف سجل بطريقة صحيحة، لأن هنا الكاميرا تعطي إيحاء
بأن هناك تقدم، لأن الكاميرا في ملعب زي ملعب الطائي لا تكون في مكان التسلل وإنما تأتي من الخلف. لذلك تم تأكيد الحالة من قبل حكام الفار بعد الرسم أن لاعب الطائي كان على الأقل يقف على مسافة واحدة مع مدافع النصر المتأخر اللي هو في الأخير في الزاوية، لذلك لا يوجد أي تسلل في هذه الحالة. كابتن اللي أسمع منك قرارات الحكم صحيحة كلها اللي استعرضناها بالتأكيد صحيحة. الهدف لا يوجد ضربة جزاء للنصر، والهدف صحيح؟ الهدف صحيح عطفا على ما تم تأكيده من بقول شيء أخوي بوليد. الوقت أيوة. الوقت بالنسبة لتجاوز الكرة والتسلل ما عاد فيها اجتهادات، الفار يعطيك يا أبيض يا أسود. طيب. بمعنى ليس خطأ تقديري. إلى المباراة الثانية، مباراة الهلال والفيحة، حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، حالة تلامس طبيعي ونشوفها من الكاميرا الأمامية أنه لاعب الهلال هو من ذهب إلى قدم لاعب الفيحة. مثل هذه الاحتكاكات لا ترتقي إلى الأخطاء، وليس هذا الفعل هو الذي أسقط لاعب الهلال وإنما عدم التوازن اللي كان عليه لاعب الهلال. حالة في الدقيقة 35 إعلان عن تسلل غريب صراحة من قبل المساعد الثاني، ليس هناك تسلل قبل منتصف الملعب، الكرة مررت، اللاعب انطلق من بعد نصف الملعب، لذلك يستغرب قرار مثل هذا، قرار خاطئ من حكم المباراة. نذهب للحالة الأخيرة في المباراة، حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، نشوف أنه حالة اندفاع بدني بين اللاعبين، كلا اللاعبين كان يبحث عن الكرة، كذا اللاعبين احتك ببعض، لا يوجد أي خطأ، لا المدافع لعب الكرة ولا المهاجم لعب الكرة، حالة تلامس وتنافس عادي، والفعل أكدها حكم المباراة. حالة جوميز الأخيرة ما فيها أي تلامس؟ فيه تلامس ولكنها من اللي نسميها تشالنج، كلا اللاعبين كان متجهين للكرة، لا لعبها المدافع ولا المهاجم، وكلا اللاعبين كان يمارس نفس الفعل اللي هو الاندفاع البدني، لذلك مثل هذه الحالات يجب أن تستمر، وهذا ما حدث من حكم المباراة. على كلامك اليوم القرارات التحكيمية كلها صحيحة؟ أنا وجهة نظري صحيحة، يعني اللغط اللي صاير يعني ماني شايف لها أي أحقية في الموضوع. كلنا يطالب، كل رجال يطالب يقول صحيح. أخطأ عليه. شكراً يا كابتن عبد الله. شكراً يا كابتن عبد الله. إلى اليوم جوميز وصل للمباراة رقم 100 كأكثر لاعب أجنبي مع الهلال ما شاء الله. علي الحبسي، والرقم أمامك أو صورة جوميز أمامك وبعدين تطلع الأرقام، هذه الأرقام. جوميز وصل 100، كارلوس إدواردو 96 مباراة، أندري كاريلو 84 مباراة، تياغو نيفيس 73 مباراة، كريستيانو الهامسون 69 مباراة. الكلام على جوميز، قادر انه يعطي اكثر ولا توقف؟ اكيد جوميز قادر انه يعطي اكثر، خصوصا في نوعية جوميز في الحفاظ على نفسه، احترافية جوميز اللي نشوفها دائما في الملعب او خارج الملعب. دائما لما توصل عمر مثل هذا العمر من المهم جدا طريقة انت تمارينك، تغذيتك، النوم صحيح. اللي جالس تعمله يوميا، كل هذه الاشياء ما خارج الملعب جدا مهمه في عطائك في الميدان صحيح. ولكن جوميز انا اعتقد انه من المهم جدا اختياره للاوقات اللي دائما متى يبذل المجهود والذكاء في مجهوده داخل الملعب، عنده ذكاء جدا كبير. طيب الكابتن عبد الرزاق، عارفك انت تحب تلعب ضد الفرق الكبيره لما كنت في ابها، وفريق ابها فريق كبير، نشاهد نتائج الفيحة امام الفرق اللي يعني هلال، نصر، أهلي، شباب، اتحاد، شوف نتائجه ما شاء الله نتائجه جيدة جدا، إيش السر فيها؟ والله هو فيه الحقيقة تحضير تاع فريق، تحضير تاع مجموعة باش يلعبوا ضد فريق كبير ولا صغير. شوف هنا الفيحة مع الاتحاد مع الأهلي مع الشباب مع النصر مع الهلال دائما نتائجها إيجابية، مع هذا مباراة لم يخسر إلا من الشباب. أنا فريق يعرف يحضر للفرق الكبيرة، يعرف لعيبته يشحنوا بعض ويكونوا يعطوا أكثر ما عندهم ويقدموا الأداء المتميز والممتاز، وذا اللي قاعدين نشوفه فيه في فريق الفيحة. يخدم في البلوك الدفاع تاعه صح، واللي هو مبني أي فريق باش يكون يعمل نتائج إيجابية، عندك دفاع منظومة دفاعية مودي في مربع مدافعين وحارس، منظومة كلها تكون كويسة مع اختيار الأجانب. الحقيقة كانوا اختيار الأجانب موافقين، ولو أنه لازموا واحد ولا اثنين
يراجعوا انفسهم شويه، ياتي يتغيروا يا يبقوا، ويصير الفيحة من الفرق المنافسه على المراكز السته الاوائل. خليني اقول انا الصاعدين جالسين يضربون في اللي فوق ضرب اداء ونتيجه. غيابات الهلال ناصر البريك كنو على مباراه النصر الاكثر تاثيرا من وليش؟ والله انا اشوف كنو في البديل الجاهز كويلار بجوده عاليه ويسد مكانه. اعتقد انه البريك وناصر حيأثرون على الهلال في الدور الهجومي. في الدور الهجومي يعني الشهراني نعرف انه مميز يعني في الحاله الدفاعيه وفي الدور الهجومي ايضا، ولكن الاثنين دول جودتهم اعلى في الثلث الهجومي. علي سؤال اخير لك، ترى بعشر ثواني حتجاوبني. الهلال بيستمر بادائه الغير جيد ونتائجه اللي تعتبر يعني متوسطه ما اقول لك ممتازه في الدوري، بيستمر الى متى؟ اتوقع الهلال بيرجع بسرعه، ما اعتقد انه راح يستمر بهذه الطريقه. المشكله وين؟ المشكله انا في هذه الفتره المهم جدا من